بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون من كتاب المنهجي، كتاب Electronic Devices and Circuit Theory للمؤلفين روبرت بولستيد and لويس نشالسكي. طبعا المحاضرة هي راح تكون تكملة للمحاضرة السابقة اللي هو كانت من chapter 6 اللي هو FET biasing، لأنه المحاضرة السابقة استعرضنا به المواضيع الآتية، كانت مقدمة وكانت موضوع fixed biased configuration و السيلف، فأخذنا السيلف بايس كونفيجريشن والفولتج ديفايدر بايسنج. هذه الثلاثة دوائر استعرضناها بالمحاضرة السابقة، كيفية عمل هذه الدوائر وتحليل هذه الدوائر في من ناحية الدي سي بايسنج. وهذه المحاضرة راح نكمل استعراض فقرات هذا الشابتر اللي هو راح نتناول به الديبليشن تايب موسفيت والانهانسمنت تايب موسفيت والكومبينيشن نتورك والديزاين. هاي المواضيع اللي راح نتناولها ونستعرضها في هذا في هذه المحاضرة الفيديوية. هسه راح نتجه للشابتر 6 إلى موضوع الـ depletion type MOSFET. الـ depletion type هذا هو الـ voltage divider، وهذا هو كانت نهاية المحاضرة السابقة. أما المحاضرة الحالية راح تكون من هذا العنوان depletion type MOSFETs. طبعا احنا تعرفنا على هذا النوع في بداية موضوع الـ FET، لأنه قلنا هناك تشابهات بين الموسفيت وبين الجيفت، أوكي. واستعرضنا أيضا المعادلات الخاصة بالبايسنج ومعادلات الـID ومعادلات الأمبوت كارنت اللي تربط بالأمبوت فولتج. خلينا نشوف هنا بهذا المثال شلون راح تكون تتعامل ويا موضوع الموسفيت. example 6.7 يستعرض for the n channel depletion type MOSFET of figure 6.29 determine A IDQ and VGSQ و B VDS. إذن هاي الدائرة هي دائرة الموسفيت depletion type MOSFET n channel depletion type. عرفنا سابقا بالمحاضرة بالشابتر 5 شلون نحدد ال n channel وال p channel، وهذا انه كذلك شلون نتعرف على depletion type MOSFET، اوكي، من خلال هذه التركيبة نشوف انه ثلاثة اقطاب معناها انه موسفيت، ونشوف انه السهم هو داخل معناها انه ان شانل. هسه حاليا نشوف هذا الديفايس متكون من هذه المقامات، هاي المقاومة R1 وR2 وهذا الRG وهذا الRS، ونعطينا IDSS ونعطينا VP. يريد نستخرج الـ IDQ والـ VGSQ، يعني يريد نستخرج هذه القيم IDQ والـ VGSQ والـ VDS، أوكي؟
احنا نعطينا البي بي نعطينا الاي دي اس اس. هسه هنا اذا نريد نتوجه الى انه نرسم الخصائص مال هذا الديفايس، نرسم الخصائص اللي هي علاقة بين الاي دي والفي جي اس. اوكي، اذا اول شيء نحتاج لانه اذا نريد انه نستخدم طريقة الرسم لاستخراج الكيو بوينت، لازم نرسم العلاقة بين الاي دي والفي جي اس اللي هو من خلال التيبل اللي تعلمناه بالشابتر 5، ومن ثم نرسم خط الخصائص ونشوف نقطة التقاطع بيناتهم اللي هو راح يحدد الكيو بوينت. اوكي، بس هنا عندنا حتى نوجد هذه النقاط، اوكي، نعرفها سابقا انه الاي دي هذه النقاط اللي نحتاجها اللي عندما تكون الاي دي هو اي دي اس اس على 4، اللي هو راح يكون الاي دي اس اس معطى بالسؤال 6 ملي امبير، على 4 تكون 1.5 ملي امبير. البي جي اس المناظر اللي راح تكون في بي على 2 راح تكون ناقص 3 على 2 ويساوينا ناقص 1.5. اذا هاي نقطة من النقاط اللي راح نرسمها بها خصائص، يعني عندنا نقطة تمثل الاي دي اللي هو 1.5 ملي امبير، وعندنا الفي جي اس اللي هو 1.5 فولت. فهنا عندنا نشوف انه مثلا هذه احد النقاط نشوفها بالرسم، هذا 1.5 فولت، وهذا 1.5 المقابلة أيضا لها 1.5 ملي أمبير. أوكي، وبطريقة التيبل نقدر نرسم بقية النقاط. إن هذا علاقة علاقة بين الـ ID والـ VGS. سابقا استعرضنا إحنا شلون نرسم هاي العلاقة. هسه حاليا راح نرسم بعد ما نكمل رسم النقاط اللي هو كأنما النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة والنقطة الرابعة. أوكي، بعد بما أنه موسفت، إذا نتوقع أنه عندنا تيار إلى لما تكون بي جي اس موجبة، هذه هي الخصائص اللي تميز الموسفت عن الجيفت. إذا يعمل بالفولتية الموجبة، إذا هنا راح نأخذ مثلا الواحد ونطبقه، راح ناخذ الفي جي اس لما تكون موجب 1 ونطبقه على المعادله مال الشوكل ايكويشن ونشوف ايش قد تطلع لنا مقدار التيار. اوكي، هنا هسه حاليا لما يكون في جي اس 1 فولت، راح نعوضه بمعادله شوكل ايكويشن. الشوكل ايكويشن هاي الشوكل ايكويشن، نعوض الـ VGS بها 1. اوكي، نعوض بالـ VGS مقدار 1، هذا الـ VGS نعوض عنه مقدار 1، راح نشوف انه يطلع الناتج مال التيار ID هو 6 × 1.7، يطلع لنا 10.67 ملي امبير. اوكي، لو نشوف انه انا هسه حاليا بالخصائص انه بالواحد الفي جي اس ما يكون 1 فولت، راح يكون التيار 10.6 ملي امبير. اوكي، اذا احنا اخذنا الفولتية موجبة لانه الموسفت يحتاج الى انه تكون احد النقاط واحد مداخل الفي جي اس موجبة. فمن عندها راح يكتمل الكيرف، وبالتالي اذا حصلنا على هاي العلاقة بين الاي دي والفي جي اس. اوكي، هذا المنحنى حصلنا عليه.
من خلال هذه النقاط، نقطة أولى، نقطة ثانية، نقطة ثالثة، ونقطة رابعة، والنقطة الأخرى الخامسة اللي نحتاجها لأنه MOSFET. هسه حاليا راح نتجه إلى رسم هذا الخط المستقيم. هذا المين راح نجيبه، هذا سابقا أيضا استعرضناه، اللي هو عن طريق معادلة الانبوت لوب. اوكي، هاي الانبوت لوب اللي هو VGS سوينا VG-IDRS. اوكي، هذه هي الانبوت لوب VGS على VG-IDRS. هنا المجهول بالسؤال، حتى نرسم هاي المعادلة خط مستقيم، الـ VGS مجهول والـ ID مجهول، مو صحيح؟ فقط احنا نطلع قيمة الـ VG ونطلع قيمة الـ RS، يعني الـ RS موجودة، اذا نحتاج الى نوجد قيمة الـ VG. اوكي، الـ VG من هاي المعادلة نقدر نستخرجها، اللي هو 10 ميجا اوم في 18 فولت على 10 ميجا زائد 110 ميجا، يعني R2 على R1 زائد R2 في ال VCC. طلعنا ال VG وبالتالي طلعنا هاي المعادلة، هاي المعادلة الانبوت له 1.5 فولت ماينس ID في 150 اوم. اذا نرسم هاي الخط المستقيم اللي انه مرة نصفر ال ID مرة نصفر ال VGS، فنحصل على نقطتين، وهاي النقطتين اعوضها بهذا الكيرف. النقطتين هاي النقطتين طلعت لنا، هاي النقطة الأولى وهاي النقطة الثانية، وراح نمد الخط المستقيم بيناتهم. إذا الخط يمر بهاي النقطتين، النقطة الأولى هاي النقطتين وهاي النقطة الأولى. أوكي، فنشوف إنه راح يقطع الخط المنحني بهذا النقطة، هاي تمثل Q point، راح نسقط على هذا الاتجاه يطلع لنا التيار، ونسقط على الاتجاه يطلع لنا الفولتية. إذا التيار طلع لنا قيمته هو الـ IDQ والـ VGSQ، هاي قيمها أوكي 3.1 ملي أمبير، والـ VGSQ ماينس 0.8 فولت. طبعا هاي الخطوات البلاعلى يمثل شنو؟ يمثل كيفية رسم الخط المستقيم، يخلي مرة الـ ID صفر أوكي ويطلع الـ VGS، ومرة يخلي الـ VGS صفر ويطلع الـ ID. فطريقة رسم بسيطة وواضحة مو معقدة. الآن طلعنا IDQ و VGSQ، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يريد نوجد الـ VDS. VDS هو هاي معادلتها، يحتاج بها الـ ID بالعفو الـ RD والـ RS في الـ ID ماينس VDD. فنطبقها التفاصيل من المعادلة، كلها معلومات باعتبار أنه الـ ID استخرجنا الـ ID، فيطلع أن من أدها الفولتية 10.1 فولت. أوكي، إن هذا السؤال كان واضح على كيفية استخراج المعلومات للموسفت. نشوف الإكزامبل آخر، إكزامبل 6.8، يقول repeat example 6.7 لمن RS تكون 150 أوم. سابقاً RS كانت بالسؤال جيد، RS كانت بالسؤال مقدارها 750 أوم، هاي هي RS 150 أوم. حالياً يقول كرر هذا السؤال بهذا المثال الثاني، كرر هذا السؤال لكن RS مو 150، RS راح تكون 150، معناها RS قلت. يقول شنو تأثيرها يعني؟ هسه بنشوف. أوكي، طبعاً هنا أول خطوة راح نرسم الجدول، نرسم التيبل، نرسم العلاقة بين ID وال VDS. يقول إنه نفس الشيء، ما راح يتأثر التيبل. أوكي، نفس السلوك مال المنحني، لأنه ما يتأثر بال RS في نفس النقاط، لكن هنا راح يتأثر الـ RS، راح تأثر عليه من على معادلة الـ Input Loop. هاي المعادلة مال الخط المستقيم اللي هو الـ VGS وانا VG-IDRS، الـ RS داخله بالحساب. اوكي، موجودة بالحساب، اذا معناها اتوقع انه هذا المعادلة راح تغير قيمتها، راح تكون بهالصيغة هاي 1.5 ناقص ID في 150 أوم. يعني هسه لما نرسم هذا الخط المستقيم راح تكون الصيغة مالته بهذا الشكل. أوكي، هذا هو الخط المستقيم.
هذا هو خط المستقيم. اوكي، لانه الميل ما تتغير بسبب تغير قيمة الـ RS، وبالتالي لما يتغير شو حيصير؟ حيقطع المنحني بهذه النقطة. اوكي، وبالتالي راح تتغير حدود الـ IDQ والـ VGSQ. فالـ ID راح يكون هنا قيمته 7.6 ملي أمبير، والـ VGSQ راح يكون هنا 0.35 فولت. شوي ننتبه هذا، هاي لو ننتبه هنا هاي طريقة ترسم المعادلة VGS، الـ VG سوينا VGS ناقص IDRS. هنا مرة يصفر الـ ID يطلع قيمة الـ VGS، ومرة يصفر الـ VGS يطلع قيمة الـ ID، نقطتين ويعوضهن بالإحداثيات يطلع منها الخط المستقيم والتقاطع، وهاي هي نتائج الـ IDQ والـ VGSQ. أوكي، شو لو ننتبه بهذا، نشوف الـ VGSQ هنا كانت قيمتها موجبة وليس سالبة مثل السابق، هاي واحد. اثنين، الـ IDQ قيمتها هنا ازدادت ام قلت عن السابق؟ بالمثال السابق الـ IDQ كانت جيد 3.1، هذا الـ IDQ مو صحيح؟ الـ IDQ كانت 3.1، هاي واحد. اثنين، الـ VGSQ كانت سالبة مو صحيح؟ يعني ما لاحظ عليها، لكن بالمثال الـ IDQ صارت 7.6 كأنما ضعفت، والـ VGSQ صارت موجبة. إذن التيار ازداد والفولتية بدل السالب صارت موجبة. إذن أنه نشوف الـ RS كلما قلت كلما تغير من تموقع. شو انتبهنا على هاي الملاحظة، الـ RS لما تقل تغير من موقع الـ Q point على على الإحداثيات. يعني كيو بوينت سابقا كانت هنا، لا المرة صارت هنا بسبب شنو؟ بسبب نقصان قيمة الـ RS. إذا قيمة الـ RS كل ما تنقص كل ما تغير من موقع الـ كيو بوينت ترفعها لأعلى، وبالتالي راح تقلل من قيمة التيار، العفو تزيد من قيمة التيار وتزيد من قيمة الفولتية بالموجب. وبالتالي أيضا الـ VDS راح تتغير قيمتها حسب هاي المعادلة، وتكون بدل من 10.1 فولت راح تصير 3.18 فولت. هذا هي المناقشة لهذا الموضوع. أوكي، هذا السؤال آخر، determine the following for the network of figure. وهذا السؤال يريد الـ IDQ والـ VGSQ والـ VD. أوكي، هسه نشوف هنا حتى نرسم هذا الدائرة تصنف على انها self bias. اوكي، configuration المعادلة input loop إلى راح تكون VGS و minus IDRS. اوكي، هذا الانبوت loop. طبعا هنا ايضا نحتاج الى انه نرسم التيبل. اوكي، علاقة بين ID والـ VGS، ونرسم الخط المستقيم الـ Input Loop ونشوف الـ Q Point. هنا هاي الخطوات لرسم الخصائص. أوكي، الـ ID IDSS على 4 والـ VGS و VP على 2، نطلع من قد هاي النقطة. أوكي، وبقية نقاط الـ Table، وبعدين أنه نحتاج إلى أنه تكون VGS موجبة. اوكي، فهنا راح ياخذ بي جي اس 2 موجب 2. اوكي، بي جي اس موجب 2 لانه باعتبار الموسفت نجرب بي نقاط موجبه، يعمل بالبي جي اس الموجبه، فنعوض بهذه المعادله بي جي اس 2 راح نحصل على التيار مقداره 12.5 ملي امبير. اوكي، فايضا هاي النقطه نحددها بالتيبل. فلو هسه نلاحظ التيبل، ان هذا هو التيبل، هاي النقاط اللي رسمناها، هاي النقطة واحد، عفوا نقطة واحد،
نقطة 2 نقطة 3 أخي، هذا التيبل اللي أخذناه سابقا، محتاجين نقطة أخرى اللي هو هذه النقطة لما تكون بها الفولت VGS 2 فولت يطلع لنا التيار بهذا المقدار. أوكي، بعد نحتاج إلى أنه نرسم هذا الخط المستقيم أو نرسم الانبوت لوب إكويشن. الانبوت لوب إكويشن نحصلها منين؟ هاي معادلة الانبوت لوب إكويشن. اللي هو VGSQ يساوينا ID ناقص IDRS، هذا الـ Input Equation VGSQ يساوينا ناقص IDRS، فهي الـ Input Loop نعوض بالـ VGS minus 6 والـ RS موجودة يطلع لي فهنا مرة نعوض VGS صفر، يعني كيفية رسم هاي المعادلة، مرة نعوض VGS صفر فولت فيطلع الآيدي جديد، مرة نخلي VGS صفر VGS صفر هذا VGS فيطلع الآيدي جديد صفر. أوكي، فأكو نقطة بالأورجين 0 0، ومرة نختار VGS مثلا 6 فولت فراح نطلع الـ ID 2.5 ملي أمبير. فنقطتين نقدر من أدها نرسم الخط المستقيم اللي هو خط يمثل الـ Input Loop Equation، فهذا هو الخط المستقيم يبدأ من الـ Origin. أوكي، وهاي النقطة الأخرى فنشوف انه يقطع الكيرف بهذا المنحنى، يقطع بهذه النقطة، من عندها نقدر نحدد الـ IDQ والـ VGSQ، نشوف قيمهن. الـ IDQ والـ VGSQ هو 1.7 ملي أمبير وناقص 4.3 فولت. اوكي، ومن عندها بسهولة نقدر نستخرج الـ VD اللي هو الـ VDD minus IDRD، نطبق به النقاط يطلع 9.46 فولت. هذا ايضا صار واضح هذا الاكزامبل. نشوف هذا المثال الاخر شوي ننتبه عليه. يقول الاكزامبل 6.10 determine VDS for the network of figure 6.34. وهذا السؤال يريد نستخرج ال VDS اللي هو هاي هذا الفولتية VDS drain source، الفولتية drain source. لاحظ بهذا السؤال شوي ننتبه، اكو فد connection مباشر صاير بيننا الجيت والسورس، يعني كأنما هذا لو تلاحظ هو short circuit بين الجيت والسورس، صاير short circuit. هذا معناها انه لانه الـ VGS تساوينا جيد 0 فولت بار شورت سيركت. زين، هذا لما كانت الـ VGS 0 فولت هذا شي يشير من المعادلة، هذا يشير لانه الـ IDSS الـ ID تساوينا IDSS مو صحيح حسب شوكلي إكويشن، هذا معناها انه الدرين كارنت لازم يساوينا الـ IDSS. اوكي، يعني معناها ان الـ ID راح يكون جيد 10 امبير باعتبار الـ IDSS جيد من طيانا بالسؤال 10 امبير. اذا هاي شوي انتبه لهاي الملاحظة، بما انه الـ VGS هو صفر. اوكي، اذا الدرين كارنت لازم يساوينا الـ IDSS، هذا واحد، اذا معناها الـ ID راح يكون 10 من امبير. إذا لما عرفنا هالسل هنا الـ ID 10 ملي أمبير، بعد سهولة أنه راح نطلع المعطيات اللي نريدها اللي هو الـ VDD يساوينا VD العفو VD يساوينا VD ناقص IDRD، فنطبق بها
يطلع لي 5 فولت. اوكي، اذا هذا ال في جي هو 5 فولت. طبعا هو بالسؤال طالب ال بالسؤال هو انا طالب ال في دي اس. اوكي، بما انه الدائرة الجراوند مربوط مباشرة بالسورس، السورس مربوط بالجراوند، اذا ال في دي اس هي نفسها ال في جي واللي يساوي لنا زياد 5 فولت. بس هنا خلينا نتحقق انه لما يكون هذا الشورت في جي اس يساوي لنا 0، ليش؟ انه الاي دي يساوي لنا اي دي اس اس. هسه راح نثبتها بشوكلي ايكويشن. هاي كمثال، يعني هاي حتى نستعرضها شوكلي ايكويشن موجودة عندنا امامنا بالسهولة. فالان ال في جي اس حاليا صار 0، مو صحيح؟ فالان راح يكون هذا 1 - 0 راح يكون 0، اذا معناها راح يكون الاي دي يساوي لنا الاي دي اس اس. اوكي، اي دي يساوي لنا اي دي اس اس لانه ال في جي اس صار 0. تمام، صارت واضحة يمكن هذا بعد. اذا هذا حالة خاصة. نروح حاليا نتجه الى التايب الاخر اللي هو الانهانسمنت تايب موسفيت. انهانسمنت تايب موسفيت اللي هو هذا، اللي هو انه الخصائص مالته تختلف اختلاف بسيط عن الخصائص مال جيفت والديبليشن تايب موسفيت. وهذا استعرضناها بالمحاضرة مو سابقة، المحاضرة القادمة السابقة اللي هو بتخص موضوع تشابتر 5. اوكي، استعرضنا بها انه الخصائص مال انهانسمنت تايب شلون تكون، وهو الغرض من عده لما بناء هذا التركيب الانهانسمنت تايب شلون يكون. اوكي، فهي خصائص ما تعني تمثل العلاقة بين الاي دي والفي جي اس. وقلنا انه ما بعد الفي ثريشولد راح انه يكون كارنت موجود، اذا يعمل ما بعد الفي ثريشولد. وهذه هي معادلة الخصائص الى الاي دي سونا كي في جي اس ماينس في ثريشولد سكوير. اوكي، وعندنا نقاط ايضا بالتيبل حددناها، هذا الاي دي اون وهذا الفي جي اس اون. هاي النقاط كانت ضروريه بالتيبل. اوكي، هاي استعرضناها سابقا، هاي المعادله اي دي كي في جي اس ماينس في جي اس ثريشولد كله سكوير، وهذا الكي عرفنا شلون الكي، معادله كي هو اي دي اون على في جي اس اون ناقص في جي اس ثريشولد كله سكوير. طبعا الـ ID on والـ VGS on هذا، اوكي هذا الـ ID on وهذا الـ VGS on وهذه الـ VGS threshold. فهي الخلاصة للمعادلات مع الـ enhancement type. طبعا اول تركيب او اول تشكيل راح ناخذه اللي هو الفيدباك بايسنج ارينجمنت. اوكي، ترتيب الفيدباك، ترتيب لما يكون التحفيز هو تحفيز عكسي. طبعا اول شيء خلينا نستعرض الشكل. هذا هو الشكل اللي راح نستعرضه، هذا يمثل الفيدباك بايسنج ارينجمنت، يعني يضمن بي ار دي، يضمن بي الار جي، وهنا أنا ماكو مقاومه. هذا هو الفيدباك ارينجمنت. لو نشوف الدي سي اكوفالنت الى، اوكي الدي سي اكوفالنت، هذا هو الدي سي اكوفالنت الى، كانما بين الجراوند وال بين الجيت والدي حيكون هو هذا الشورت سيركت. اوكي، هذا هو الدي سي كوفرنت او ذا نتورك او فيجر او هذا الفيجر. اذا هسه هنا حاليا اريد نشوف تحليل هذه الدائره.
اولا لحتى نرسم او نعيد رسم الكوفرنت دي سي كوفرنت سيركت، بما انه الاي جي هنا، لكن بما انه المقاومه تكون كلش كبيره، الار جي ريزيستر ار جي بيجنز السوتابل لارج فولتج ديجيت درايف موسفيت اون، اذا الار جي كبير جدا، لان هذا معناها انه الاي جي راح تكون قيمته 0 ملي امبير، اوكي، وال الفي ار جي راح تكون قيمتها 0 فولت. اذا راح نستنتج من هذا الكلام انه الفي ار جي الفولتيه بين الجيت والدرين هي 0 فولت، هاي الفولتيه من الدرين والجيت 0 فولت، ده معناها نحول عنها بشورت سيركت. اذا هاي الدائره هي تناظر دي سي كوفرنت نتورك لهذه الدائره، اوكي. وبالتالي لما حصلنا على هذا الرسم نقدر نقول بانه ال في دي يساوي لنا ال في جي، اوكي، ال في دي يساوي لنا في جي، ونقدر نقول بان ال في دي اس يساوي لنا ال في جي اس. اذا نسبح لهذه الاستنتاجات نقدر نستخرج ال في دي اس، هاي ال في دي اس علاقتها اللي هو في دي دي ماينس اي دي ار دي، هذا رقم واحد، اوكي. وبما انه ال في دي اس تساوي لنا ال في دي دي، اذا نقدر نقول بانه ال في جي اس تساوي لنا، العفو، بما ان ال في دي اس تساوي لنا ال في جي اس، نقول بانه ال في جي اس تساوي لنا ال في دي ناقص اي دي ار دي، هاي معادله لل في جي اس الانبوت لوب، اوكي. من عندها نقدر نرسم الخط المستقيم عن طريق هاي الانبوت لوب، شلون نعوض بالمرة بالاي دي 0 نطلع قيمة ال، في مرة نعوض بالفي جي اس 0 نعوض قيمة الاي دي، يعني هاي خطوات رسم الخط المستقيم سابقا استعرضناها وتعرفوها. مرة نخلي الاي دي 0 ونطلع الفي جي اس، ومرة نخلي الفي جي اس 0 ونطلع من عندها الاي دي، اوكي. النقطتين تحتاج لهذا الخط المستقيم، هاي النقطتين راح نخليهن يصير بسهولة انه نرسم الخط المستقيم. فهذا هو الخط المستقيم اللي احنا نريد نرسمه، هاي النقطة الاولى وهاي النقطة الثانية، اذا راح يقطع المنحني بهذا النقطة، وبالتالي احدد اسقط الاحداثيات طالما عند الاي دي كيو والبي جي اس كيو. اذا هاي هي طريقة ايجاد كيو بوينت للانهانسمنت ديفايس. ناخذ example على هالموضوع، determine IDQ VDSQ for the enhancement type MOSFET or figure كذا. نشوف انه هذا الشكل اللي هو يتبع موضوع الـ feedback bias configuration، اوكي، نعطينا هاي المعلومات ال ID on وال VGS on وال VGS threshold. فهسا حاليا شلون راح نستخرج ال IDQ وال VGSQ، يعني شلون راح نستخرج Q point هنا. اذا هسا حتى اول خطوة نرسم، يعني اول خطوة نحتاج الى انه استخرج معادلة المن ال ID، اوكي، يعني معادلة لرسم الـ ID بالنسبة للـ VGS اللي هو معادلة الخصائص مالته. هاي المعادلة اللي هو الـ ID، اوكي، هاي مين اطلعها؟ احتاج شوي نرجع للسابق، اوكي، هاي هي الـ ID اللي احتاجها، K VGS ناقص VGS threshold square. إذن أول خطوة أحتاج أطلع قيمة الـ K. كي شنو بي أحتاج ID on VGS on VGS threshold. إذن هسه راح نتجه للـ example. نشوف الخطوة الأولى أستخرج من عندها الـ K.
اوكي كي بها اي دي اون وفي جي اس اون وفي جي اس ثريشولد. شوف هاي المعلومات كلها معطات بالسؤال. هذا هو الاي دي اون في جي اس اون وفي جي اس ثريشولد. مجرد انه نطبقها بشكل مباشر نطلع من عندها قيمة الكي اللي هي 0.24 في 10 ضغط 3 اي على في سكوير. اوكي هذا قيمة الكي ونحتاج بعد ايضا لو نلاحظ هنا ال VGS on هو 8 فولت VGS threshold هو 3 فولت، يعني انه نتوقع انه ما بعد 3 فولت يبدأ الديفايس بإعطاء قيمة للتيار بإخراج التيار. اوكي بعد الثريشولد بعد هذه النقطة اكو عندنا إعطاء قيمة للتيار. زين اكو عندنا VGS on هو 8 فولت قيمتها، فاكو اكو المفروض ناخذ نقطة بين هاي الثريشولد ونقطة ال VGS on، فنفترض انه VGS هو 6، نفترض انه نقطة VGS 6 اوكي بيناتهم، ونقدر من عندها نطلع قيمة التيار حتى يكون الرسم المنحني بشكل ادق. فهنا راح نطبق لما تكون VGS 6 فولت. اوكي هاي ال VGS 6 فولت، فنشوف ايش قد انه مقدار التيار. التيار راح يكون هنا 2.16 ملي امبير. اوكي من بعد ما حددنا هذه النقاط الرسم المنحني. اوكي طبعا انا ايضا نحتاج لانه ناخذ VGS ما بعد VGS threshold ما بعد ال VGS on، فالنقطة اخرى ناخذ هنا بعد هذا الكيرب ناخذ النقطة اخرى ولتكن ال VGS 10 فولت. اذا طلع من هذا قيمة التيار، هنا راح نطبق ال معادلة التيار على ال VGS 10 فولت، نحصل من عدة على تيار مقداره 11.76 ملي امبير. اذا اربعة نقاط صارت كافية لانه يرسم التيبل الاسم المنحني بشكل دقيق. اوكي بعد ما ارسمنا هذا المنحني راح نرسم الخط المستقيم. خط المستقيم هاي معادلته VGS و VD ناقص ID RD. اوكي هنا شلون نرسم الخط المستقيم؟ نحتاج بنقطتين، مره نخلي ال ID صفر مو صحيح، هسه خلينا نحدد بس مرة نخلي ID صفر ونطلع ال VGS، ومرة نخلي ال VGS صفر ونطلع ال ID. اوكي اذا هسه عندنا نقطتين، يعني هذه خطوات رسم الخط المستقيم، وبالتالي نحصل على الخط المستقيم بالشكل، ومن عندها هذا الخط المستقيم ظهر لنا، من عندها يتقاطع ويا المنحني بهذه النقطة اللي نثقف بها على ال x axis وال y axis، نحصل على مقدار التيار ومقدار الفولتية. فهذه هي الاحداثيات اللي نريدها، ال ID Q وال VGS Q وال VDS نفسها اللي هي VGS Q 6.4 فولت. اوكي اكو دائرة اخرى اللي هو Voltage Divider Biasing Arrangement، ايضا من اسمها معروفة هذه الدائرة سابقا عندنا اللي هو Voltage Divider، تخص الموسفت. اوكي هاي هي تخص الموسفت. نشوف هذه الدائرة، يعني ملخص القوانين لها اللي هو ال VG هو R2 VDD على R1 زائد R2. اوكي باعتبار بيها الدائرة بيها R1 و R2
وار جي وار اس، وهذا في جي اس اوكي، وهذا هو الفي جي جي. فهي اول معادله لها. بعدين راح ناخذ كيرشوف فولتج لو بالانبوت لوب، هذا هو ابلاين كيرشوف فولتج لو، راح نحصل على هاي المعادله. هذا اللو هذا هو الكيرشوف زائد في جي ماينس في جي اس ماينس في ار اس هون صفر، وبالتالي راح تكون ال VGS هو VG ناقص IDRS. هذا هو المعادلة مع الانبوت VGS هنا VG ناقص IDRS، هذا هو الانبوت لوب. اما الاوبوت سكشن اوبوت لوب راح تكون هاي المعادلة له VRS زائد VDS زائد VRD ناقص VDD سوينا صفر، وبالتالي راح تكون هاي المعادلة مع الاوتبوت لوب في دي اس سوينا في دي ناقص اي دي ار اي ار دي زائد ار اس. اذا استثنانا من هذا الشكل حصلنا على الانبوت لوب والاوتبوت لوب. وبقى بس نطبق في المثال ونشوف النتائج. Determine example 6.12. Determine IDQ, VGSQ and VDS for the network of figure. هذا الفيجر نعطينا بها التفاصيل ال R1, R2, RD, RS، وهذا المعلومات مع ال VGS threshold وال ID on وال VGS on. إذن أول إذن هذه الدائرة هي voltage divider. أوكي. إذن أول خطوة نحتاج نطلع ال VG. هاي من هاي المعادلة 18 فولت. وراها نحتاج لها نطلع معادلة الانبوت لوب البي جي اس، يعني معادلة الخط المستقيم بي جي اس، انا في جي ناقص اي دي ار اس مجاهيل بيها شنو هنا بيها الاي دي والبي جي اس. حتى نستخرجها مرة راح نطبق الاي دي صفر نطلع من عندها البي جي اس ايش قال 18 فولت، مرة راح نطبق البي جي صفر نطلع قيمة الاي دي ايش قال 21.95 ملي امبير. اذا النقطتين هاي النقطتين راح نحددهم على الاحداثيات. اوكي راح نطلع من عندها هاي النقطه الاولى وهاي النقطه الثانيه، نطلع من عندها الخط نرسم عندها الخط المستقيم. وهذا هذا المنحني عرفنا شلون نرسمه اوكي بالمثال السابق عن طريق هذا التيبل، عن طريق ناخذ نقاط ما بعد الـ V threshold وما بعد الـ VGS on. اوكي ناخذ نقاط اضافيه 4 نقاط، فطلع ان هذا الشكل. وبالتالي تحت الكيو بوينت من ادى نطلع الاكس اكسس المسقط على الاكسس والواي اكسس، نحصل على الاي دي كيو مقداره هالجين والبي جي اس كيو مقداره هالجين. اوكي هاي خطوات حتى انه يرسم بيها المعادلة المنحنى. هذا الـ VGS threshold هو 5 فولت والـ ID on والـ VGS on هو 3 فولت. إذا نحتاج لأنه نطلع الـ K، هذا هو الـ K معادلتها، نطلع قيمة الـ K راح نلقيها أنه قيمتها 0.12 في 10 ناقص 3 أي أمبير على فولت سكوير. وبالتالي نقدر نكتب معادلة المنحني. هذا معادلة المنحني هو K VGS ناقص VGS threshold. اوكي طبعا هاي المعادلة بها المفروض مجهولين الـ ID والـ VGS باعتبار انه احنا نريد نرسم هاي المعادلة معادلة من درجة ثانية، نقدر نرسمها بأربعة نقاط. هذه النقاط الأربعة اوكي، هاي النقطة وهاي النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة. اوكي هذا هو. وبالتالي نقدر نستخرج معادلة قيمة الـ VDS عن طريق هذا اللوب وتكون 14.4 فولت. طبعا هنا عندنا جدول الخلاصة يوضح ب كل configuration
والتفاصيل المناظرة إلى هذا الجيفت يكون الشكل إلى، وهذا معادلات ال VGS VDS، وهذا شلون نستخرج من عنده الكيو بوينت يعني الخصائص. يعني كملخص على الموضوع مراجعة تعتبر لكم، تقدرون تشوفون انه كل ديفايس شلون خلاص. هذا الجيفيد سيل بايت، هاي دائرته، هاي معادلاته، وهذا الكاركترستيك مالته، الفولتج ديفايدر هذا الشكل اله، وهاي معادلاته، وهذا الخصائص اله. وهذا الكومن جيت، هاي معادلاته، هاي خصائص معادلاتها خصائص. وهذا لما في جي اس يكون 0 هذا اخذناه شكل استعرضناه، هاي معادلاته، هاي الخصائص اله. اوكي، وهذا الجي فيت لما ار دي 0 هاي معادلاته وهاي الخصائص اله. تيبل شويه يعني لطيف، هذا الديفيشن تايب موسفيت، هاي الدائره وهاي المعادلات وهاي الخصائص، الفولتج ديفايدر موسفيت. اوكي، والانهانسمنت تايب فيدباك والانهانسمنت موسفيت فولتج ديفايدر، هذا استعرضناه بالمثال الاخير. اوكي، اذا هذا هو استعراض كان للديبليشن تايب والانهانسمنت تايب. طبعا هنا انا راح نستعرض بهذا المثال، العفو، نستعرض هذا الموضوع الكومبينيشن نتوركس، اللي هو من اسمه كومبينيشن، خليط دوائر، خليط بين الموسفيت، العفو، بين الجيفيت والبي جي تي. بين الجيفيت والبي جي تي هذا هو الدائرة. هنا أنا هسه نستعرض بها عن طريق هذا الاكزامبل، اللي هو الاكزامبل 6.31 Determine the levels of VD and VS for the network of figure 6.45. هذا هو الشكل، يريد نستخرج قيمة ال VD وال VC. اوكي، هذا هو ال VD وهذا هو ال VC. هاي الدائرة فيها نوعين من المكبرات، FET و BJT، هاي المقاومات واضحة بهذا الشكل. طبعا هنا أنا حتى نستخرج قيمة الـ VD والـ VC لو نبدي فيها بشكل بشكل يعني تسلسل عكسي، حتى استخرج قيمة الـ VD احتاج الى هاي المعادلة، اللي هو VDD ناقص ID في الR D. اوكي، هاي ال VDD وهاي ال RG، فمن عندها اقدر اطبق هذه الاكويشن. اذا هسه حاليا ايش احتاج قيمة ال ID مجهول هنا، صحيح؟ ال ID هو نفس ال IS ونفس ال I الكولكتر. اوكي، الاي كولكتر هو نفس الاي اي، هسه لازم استخرج الاي اي، هو عباره عن في ار اي اوفر ار اي، لازم استخرج الفي اي، صح؟ اذا الفي اي هو في بي ناقص في بي اي، اذا لازم استخرج الفي بي، الفي بي هاي معادلتها. اذا بعد ما طلعت قيمه الفي بي، اوكي، اطلع من عندها ال VE اللي هو قيمتها، و من عندها اطلع قيمة ال IE، ومن عندها اقدر استخرج قيمة نفسه هو ال IC، من ال IC نفسه هو ال ID نفس ال IS، من عندها اطلع قيمة ال VD راح تكون 11.01 او 0.07 فولت.
إذا هذا هو الفيديو. حتى استخرج الفي سي هاي المعادلة و في بي ناخذ في جي اس كيو. في بي سابقا نطلع هي قيمتها، يبقى لنا في جي اس كيو. شلون نطلع الفي جي اس كيو؟ في جي اس كيو راح نطلع عن طريق الرسم. اوكي، يعني هذا هو نحتاج بها هاي المعادلة مال الـ IDQ هو IDSS ناقص واحد، واحد ناقص VGS على VP كله سكوير. اوكي، من عندها اقدر اطلع قيمة الـ VGS Q. شلون نستخرجها؟ طبعا هنا انا بالسؤال الـ FET نعطيني شنو، هنا انا نعطيني معلومات كاملة على الـ IDSS والـ VP. هذا معناها انه اقدر ارسم تيبل. اذا هذا التيبل الرسم. اوكي، اذا هذه المنحني الرسم، ما عندي لي مشكلة. اوكي، بعدها نحتاج نحدد به قيمة الموجودة عندي اللي هي التيار. التيار احنا سابقا مستخرجي التيار اللي هو 1.825، صحيح؟ اللي هو نفس الـ ID هذا. اذا راح نحدد على الرسم اللي هو 1.825. راح اجر هذا الخط المستقيم، اطلع من عند الـ VGS اللي هو ناقص 3.7 فولت. اذا الـ VGS هو راح تكون ناقص 3.7 فولت، وبالتالي حصل على الفي سي اللي هو راح يكون 7.3 فولت. اوكي، اذا عن طريق هذا الرسم قدرت انه عن طريق هذه الكومبينيشن نتورك قدرت انه حصل على المعطيات. أكو مثال آخر اللي هو example 6.14، يقول determine VD for the network of figure 6.47. يريد نستخرج هاي ال VD. أوكي، نعطينا هذه الدائرة. أيضا combination network تكون من ال FET وال VJT. طبعا حتى استخرج ال VD إذا اللي هي نفسها راح استعملنا ال VE، نفس سوينا الـ VB ناقص VBE. اذا احتاج اطلع قيمة الـ VB. الـ VB شلون استخرجها؟ اللي هو VDD اوكي ناقص ID في الـ R في هاي المقامة. اوكي، اللي هو 3 points اللي هو 470 اللي هو تمثل هاي المقامة، مثل شنو الـ RB. اوكي، اذا هذا عن طريق هاي المعطيات اقدر احصل على الـ VB. اوكي، اذا نحتاج نستخرج قيمة الـ IB. الـ IB شو نطلع الـ IB قيمته؟ عن طريق هاي المعادلة اللي هو IC على البيتا. اوكي، الـ IC ما اطلع قيمته اللي هو نفس الـ IE نفس الـ ID. زين، الـ ID من أطلع قيمته الـ ID، يعني الـ ID حتى أستخرج قيمته ألجأ إلى شنو؟ يعني ألجأ إلى أنه أطلع معادلة للتقاطع بين من بين الخط المستقيم والمنحني. طبعا المنحني هنا أنا نقدر نرسمه باعتبار انه معلومات الـ IDSS والـ VP متوفرة. اذا اقدر ارسم المنحني بسهولة. من هذا المنحني بعد ما رسم ارسم الخط المستقيم. الخط المستقيم في المعادلة هو الـ VGS ناقص IDRS. هنا انا اقدر ارسم هذا الخط المستقيم، مرة اعوض بالـ ID صفر، مرة اعوض بالـ VGS صفر، واحصل من عنده نقطتين، وبالتالي اقدر ارسم هذا الخط المستقيم
راح يتقاطع ويا المنحني بهذه النقطة، وبالتالي أقدر أحصل على الاي دي كيو والبي جي اس كيو. الاي دي كيو حصلت حاليا 1 ملي أمبير، إذا بعد ما حصلت الاي دي كيو 1 ملي أمبير أقدر أعتبره هو نفسه الاي اي، وأقدر من أبدأ أطلع الاي بي وأطبق بالهاي المعادلة مع الفي بي، أطلع من أبدأ قيمة الفي بي، وبعد ما طلعت الفي بي أقدر أعوضها بهذه المعادلة. أستحرك من أبدأ قيمة الفي اي راح تكون تساوي لي 9.425 فولت. أوكي، إذن هذا كان مثال آخر لدوائر الكومبينيشنال نتورك، اللي هو تربط، اللي هو دائرة متكونة من ربط مكبرين الـ FET و الـ BJT. وصلنا للفقرة الأخيرة من فقرات الشابتر اللي هو موضوع الديزاين، اللي هو كيفية تصميم دوائر المكبرات. يعني التصميم احنا سابقا استعرضناه هو 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 مجموعه من العمليات الرياضيه لايجاد قيمه المقاومات، وعندنا قانون واحد فقط لاستخراج قيمه المقاومه اللي هو هذا، هو في الفولتيه اللي متولده على طرفي المقاومه على قيمه تيار المار المقاومه. وراح نستعرض مجموعه من الامثله. example 6.15 for the network of figure 6.50 the levels of VDQ and IDQ are specified. يعني أعطينا بالسؤال قيمة الـ IDQ okay والـ VDQ، نعطينا قيمة اللي هو 12 فولت بـ 2.5 ملي أمبير. determine the required values of RD and RS، يريد قيمة الـ RS ويريد قيمة الـ RD. okay، نانا بهذا السؤال هاي واحدة. وضع the closest standard commercial values، يقول القيمة التجارية أقرب من هاي النقاط. نشوف أنه حتى استخرج الـ RD هو VRD على IDQ. أوكي، VRD اللي هو VDD ناقل VDQ على IDQ. أوكي، فراح أطبق المعلومات من عندها حصل على الـ RD هو 3.2 كيلو أوم. هاي من هو هاي الـ RD. أوكي، زين، بعد ما حصلت على مقاومة الـ على قيمة الـ RD، شلون حصل على الـ RS؟ حتى حصل على الـ RS لازم أحتاج شنو؟ أحتاج الـ VGSQ. أوكي، باعتبار الـ RS هو ناقص VGSQ على ID، مو؟ الـ ID موجود، لازم أطلع قيمة الـ VGSQ. شو أطلع الـ VGSQ؟ عن طريق أنه رسم المنحني، المنحني يرسم بسهولة. ليش؟ لأنه معلومات الـ IDSS والـ VP متوفرة، إذا أدي النقاط الأربعة لهذا أقدر أرسمها بسهولة، إذا أرسم هذا المنحني بسهولة. هاي واحد. اثنين، بما انه الاي دي كيو معطى بالسؤال، مو الاي دي كيو معطى بالسؤال 2.5 ملي امبير، اذا الاي دي كيو معطى بالسؤال، هذا الاي دي كيو 2.5 ملي امبير، اذا بسهولة انه اقدر استخرج الفي جي اس كيو اللي هو زياد، حيصير ناقص 1 فولت. إذن الـ VGSQ حصلناها ناقص واحد فولت، نقسمها على الـ IDQ أحصل من أدها قيمة الـ RS اللي هي 8.4 كيلو أوم. هنا أنا الـ RD هو قيمتها طلعت 3.2 كيلو أوم. أوكي، والـ RS هو 0.4 كيلو أوم. يقول القيمة التجارية القريبة، يعني القيمة اللي المقاومات اللي نلقيها بالأسواق المحلية هي هاي أقرب القيم لها. شوف example آخر. For the voltage divider bias configuration of figure 6.52، أدي هاي الدائرة مال voltage divider
اذا كان الفي دي هو 12 فولت والفي جي اس كيو هو ناقص 2 فولت، يقول استخرج قيمة الار اس. نعطيني هنا الفي دي ونعطيني الفي جي اس كيو، استخرج قيمة الار اس، هذا يريد قيمتها. اوكي، باعتبار نعطيني هاي الفولتية اللي هو الفي دي 12 فولت، ونعطيني الفي جي اس كيو يقدر مقدارها ناقص 2. طبعا حتى اطلع قيمة الار اس ايش احتاج؟ من على اي معادلة اذهب؟ على هذه المعادلة مال انبوت لوب اللي هو في جي اس، وانا في جي ناقص اي دي ار اس. بهاي المعادلة شنو موجود عندي متوفر حاليا؟ متوفر الفي جي اس اللي هو ناقص 2 فولت، هذا واحد. متوفر شنو عندي بعد؟ ما متوفر، انا ايش اريد اطلع؟ اطلع الار اس مو؟ اذا لازم ايش احتاج؟ اطلع الاي دي واطلع الفي جي. اذا حاليا لازم اطلع هاي القيمتين. الفي جي شلون اطلعها؟ من هاي المعادله مال الفولتج ديفايدر اللي هو ار1 وار2 بها والفي دي دي، هذا متوفر. طلعت الفي جي. الاي دي شلون اطلع قيمته؟ انت خلينا معادله عندنا هذا اللوب في دي ناقص في دي على ار دي، كلها ايضا متوفره. اطلع قيمه التيار. اذا بهذه المعادله حاليا توفر عندي التيار مو الاي دي والفي جي، اذا نطبقهم بشكل بحر مباشر احصل على قيمه الار اس. اوكي، هاي الار اس 3.35 كيلو اوم. هذا هم كان مثال هذا الديزاين. اكزامبل اخر، deliverables of VDS and V and ID are specified as. نعطينا هاي العلاقة بين ال VDS وال VDD وال ID هو ID on. يقول انه استخرج لهذه الدائرة مقدار ال VDD، هذا واحد، ومقدار ال RD، يريد هاي القيمتين ال VDD وال RD. نعطينا هاي التفاصيل من هذا الديفايس. اوكي، الفي جي اس اون والاي دي اون والفي جي اس ترشول الى اخره. اول خطوه حتى استحق انه استخرج قيمه الار دي، اوكي، او حتى استخرج قيمه الفي دي تي. الفي دي اس هنا نعرف انه في جي اس نصف في دي دي بالسؤال نعطيانا. اوكي، هذا واحد. الفي جي اس نعطيانا هو 12 6 فولت باعتبار انه صار من الفي جي اس اون. اذا من عندنا اطلع الفي دي دي ويطلع الفي دي هنا ايش قد؟ 12 فولت، هذا رقم واحد. حتى استخرج الار جي عن طريق هذا اللوب اللي هو في دي ناقص في دي اس على اي دي اون، هنا كلها متوفرة المعلومات. يعني بصيغة اخرى، في دي ناقص نصف في دي دي على اي دي اون، يعني نصب في دي دي على اي دي اون، يعني وبالتالي راح يكون مقدار الار دي هو 1.5 كيلو اوم. وهذا المثال ينتهي الشابتر، تنتهي المحاضرة اللي هو متعلقة بالشابتر 6، تكملة تكملة الفصل اللي هو بالبي شانل. هنا عندنا مجموعة من الأسئلة على البي شانل. اوكي، فنهاية المحاضرة هو راح تكون بها هذا نهاية أسئلة الديزاين. وشكرا لكم على الإصغاء، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.